من الحاجات الملحوظه الفنيه الواضحه جدا يا في مباراه الزمالك النهارده ومباراه الماضيه الشغل اللي بيعمله بريرا على الثلاثه اللي قدام جزيري وزيزو وبن شرقي انا من النوادر يعني زيزو طبعا كلنا متفقين أنه لاعب كبير من بدري بس زيزو يبقى موجود في منطقه الجزاء ويحصل دايما تبادل المراكز بينه وبين سيف الجزيري واشرف بن شاري وتلاقي اشرف بن شاري شويه في الصندوق تلاقي سيف الجزيري على الشمال شويه تلاقي سيف على اليمين وزيزو هو اللي في الصندوق زي ما حصل في الهدف الاول حتى لو خطا آه طبعا من الشناوي دي من العلامات اللي عملها في الهلال وتخليك تشوف شغل المدير الفني في الملعب بص يا كريم المدرسه البرتغاليه انا شغلت مع الراجل دوت موسم 13 14 صحيح وخدنا دوري كاس مم. الراجل ده بيهتم بالجزء الدفاع جدا النهارده المسلوسي بيلعب سردباك خلي بالك وسيد عبد الله باك رايت مم. اللي هو طا... طاير سيد عبد الله وفتوح قفلوا الجناب بتاعه النادي الاهلي علي معلول الشوط الاولاني ما رفعش في كورنر صح. يعني الشوط الثاني لما اتفك الحصار بعض الشيء لما اتغير وطلع سيف الجزيري ابتدت الامور تختلف بس هو بيهتم جدا جدا بالوقفه الدفاعيه ليه <applause> طريقه تنظيم حتى لما اول لما جه حاول يخطط الملعب عشان يعلم اللعيبه احنا هنقف في المنطقه الدفاعيه فين 30 متر <applause> هو النهارده نادي الزمالك نزل شويه لان النادي الاهلي بيلعب اللونج على طول ودي برضو هو فلسفه بالنسبه له لما يبقى عندك ثلاثه زي زيزو وزي بن شرقي وزي فيش. سيف الثلاثة لعيبة كبار الثلاثة عندهم خبرات الثلاثة واحد على واحد بيعدوا ودي نقطة مهمة جدا جدا في في أي مجموعة بتلعب قدام فهو يعني إيه بياخد من كل لعيب داخل الملعب 99% من اللي بيقدر يستغل هو موهوب في كده صحيح. هو عنده خبرات كبيرة جدا وعارف إن نادي الزمالك يقدر الثلاثة اللي قدام ان هم يستغلوا النهارده سيف عامل جيم كبير جدا الجون الاولاني بسببه صحيح ده لعيب منتخب تونس خلي بالك يعني ثلاثه زي الزمالك لعيبه اه لعيبه دوليه لعيبه دوليه مش منتخب المغرب ومنتخب, ومنتخب مصر يعني زيزو من اهم لعيبه منتخب مصر الجزيري اهم لعيبه منتخب تونس يعني بن شرقي يمكن اقل دوليه منهم شويه ولكن احسن لا. لعيب في احسن لعيب كبير. احسن محترف في مصر يعتبر دلوقتي و... وقادر يستغل النهارده محمد عبد الغني لعيبه هاف جنب امام ولما لقى الدنيا متلخبطه بعض الشيء النادي الاهلي ابتدى يعتمد على اللونج بول فرح مرجع محمد عبد الغني يعني عنده حلول تكتيكيه داخل الملعب ممكن تصيب بنسبه كبيره وممكن يبقى لسه ما اتعودش على على المكان البوزيشن فبيستغل كل واحد بنسبه 99% ودي عبقريته النهارده وعنده جراء وعنده النهارده في ناس تشوف ان التغييرات أه قللت من من نادي الزمالك لكن هو ليه فكرة تاني انه هو عايز يقفل على سرعات معينه عايز يجبر النادي الاهلي ان هو يلعب على اللونج وحط محمد ابو وحط الونش وحط حسام عبد المجيد في القلب ونزل روقة ونزل اوباما يلعب هاف ديفندر تاني يعني ملا نص الملعب وابتدى يلعب على الكرات اللي يقدر يستغلها وكان ممكن يحصل في بدايه الشوط الثاني كره سيف الهيدرز كره اشرف بن شرقي انا بقول لك احنا نادرا ما بنلاقي لعيب في الدوري المصري ان واحد على واحد يبقى لي ليه حلول ولو لقيته لازم تمسك فيه بايديه بايدك واسنانك زي زيزو زي زي بن اللعيبه اللي, اللي ممكن تبقى الدنيا متقفله يروح قافل لجوه عامل حاجه غير متوقعه زي ما عمل اشرف بن في العارضه مثلا الكره دي لو دخل الجون كانت الموضوع هيختلف صحيح. والدنيا تبقى ثلاثة مثلا او تبقى أربعة م. الموضوع هيختلف داخل الملعب م. فهي دي عبقريه فرير.